شباب طيب شباب يلا شباب خليني نسمع. اول شيء خليني ابارك لاول شيء في عندنا ثلاث احتفاليات ما شاء الله تبارك الله اليوم. اول مباركه لاركان مبروك الملكه الله يبارك لك الزواج مبروك طبعا يعني الملكه كلها خلاص الف مبروك ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله. وائل مبروك كمان ما شاء الله يا رب تكون مجرد خير عليك ان شاء الله. الشيء الثاني الشيء الثاني كمان نبارك لابو امجاد جاب اعطيني شبح دقيقه الله يعطيك العافيه شكرا شبح شكرا. طيب نبارك باخر تهنئه كمان ابو امجاد ما شاء الله تبارك الله خلف بنت الله يبارك له فيها ان شاء الله من محبته في البرنامج سماها وشو دقيقه سماها غند الله يبتها نبات الحسن يا رب يبارك لك فيها. هذه قطعة السكر ما شاء الله تبارك الله. أنا جايب كيكتين. وين الصحون شباب وين الصحون لو سمحتم. وهذه كمان أهلا غن وريها الكاميرا يا طول عمرك لا يهينك شكرا لكم جميعا. اسبوعين ينزل وزنك تبقى اهلا تحية شباب خلوني الكيكه الثانيه اسمح خلي وائل وركان معانا كمان فيها وائل وركان معايا لا معانا خليك وائل هنا وائل وركان يلا معانا هنا في الكيكه الثانيه والله كان مكتوب عليها اسماءكم هذه بس الكيكه الثانيه موجوده هناك في كيكه ثانيه هذه كيكتنا طيب طلعوها اي هتجيب الكيكه دقيقه لا دقيقه يا شباب انا حاسب انه هذه مقفوله هذه مكتوب غن ان شاء الله ولدي تتزوج غن دقيقه يا شباب بس نعمل لكم يلا الله الف مبروك ركان غن الهجوم على الكاميرا ركان المبروك مبروك ان شاء الله عامر يا حبيبي شباب عبد الله العنيزي وين عبد الله شباب صوت عبد الله العنيزي عنده بيتين قصيده عن وش عبد الله تفضل عبد الله عن الكيك طبعا بس دقيقه عبد الله طبعا انا ما لا عصيرات ولا مشروبات غازيه راح نحتفل مع بعض بس بالحلا وبالشاي وبالمويه علشان ما تكون زياده سعرات حراريه نحتفل بشكل الف مبروك الله يديم الافراح ان شاء الله ثاني سعيد انت شو اسمك دقيقه خلينا نبدأ يلا يا سلام اعطيك طيب يلا عبد الله نجي باب نسمع عبد الله تفضل عبد الله وش عندي بيتين بمناسبه مولوده ابو امجاد الله يصلح استريحوا شباب عشان كل كاميرا تجيكم يجعلها من حفظه كتابه ويرزقك برها يا رب العالمين يخليها لك وين ارجع والله لا شباب يلا عطر قصيده يلا خليه يقول اسلم يلا تفضل أقبلت مثل البشاير يوم عيد صورت دنياك وردة زاهية حلاها زانت حروف القصيد والقوافي لأجلها متباهية خمس غندات المحبة الأخوية هذه كانت أحلى أفراح أحلى شيء هذه أجواء الذواقة هذه أجواء حرق السعرات الحرارية هذه أجواء حرق السعرات الحرارية هذه أجواء أفضل فقرة في الذواقة حرق السعرات الحرارية أعطونا السيلة أعطونا التتر حقنا نفرح جميعا مع بعض ونوسع كل أمور أحسنتم يا أستاذ إن شاء الله ما نودع أحد الآن يلا مسافة تعالوا نحتفل مع بعض شباب شيء ضروري في الحياة إنك رياضي لأجل تسلم صحتك من كل علا واللياقة والغذاء لو من فاضي شيء أساسي بشكل يومي لا محالة